المتربصون كثر، يتربصون بهذه الأمة الدوائر، أن يفرض الحصار على قطر. ما بهذا تعالج الأمور؟ وما بهذا تكون العلاقة بين الإخوة؟ قطر والسعودية وكل الدول العربية، مصر، ليبيا، العراق، الجزائر، المغرب، هذه أمة محمد لها دستور في التعامل، هذه أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن لقطر في هذا البلد خير لا ينكره إلا جاحد، مساكن للفقراء وللشهداء وللأرامل وللأيتام. إن لقطر في هذا البلد أيتام صغار، إن لهذا لقطر في هذا البلد مساجد يذكر فيها اسم الله بكرة. الشعب الفلسطيني اليوم تقطع عنه الكهرباء، ويفهم الناس جيدا اليوم أن الكهرباء هي الحياة، لا يخرج الماء من الأرض إلا بالكهرباء، ولا يعطى المريض الأكسجين إلا بالكهرباء. لماذا أيها الإخوة نحاصر ونؤدى ونعذب؟ ألا يخافون الله؟ ألا يتقون الله؟ ألا يخشون دعوة المظلوم التي ليس بينها وبين الله حجاب؟ في غزة ألم، في غزة حصار، في غزة معاناة، في غزة ظلم، سيسأل الناس عنه يوم القيامة، سيسأل من حاصر ومن تآمر ومن فرط، سيسأل من استطاع أن ينصر ولم ينصر، سيسألون أمام الله يوم أن تضع الموازين القسط يوم القيامة.